مساكم فل لي، والمدارس صارت على الأبواب ومحتاجين نقضي. ومن وين نقضي؟ نقضي من عالم التوفير. وفر فلوسك، الموقع حقهم في الدمام شارع الأمير نايف بعد كنوز الهدايا مقابل الحياة بلازا رامز، وهذا المكان خليكم معانا. ما شاء الله تبارك الله، عالم التوفير المكان مرة ضخم، بس اليوم احنا تركيزنا فقط على الأدوات المدرسية. طبعا المكان فيه أواني وتحف ومستلزمات منزلية، كل شيء موجود في هذا المكان الجميل. والحلو ان توفير بمعنى الكلمة، توفير توفير. يلا خلينا نشوف العروض الحلوة والقوية اللي موجودة عندهم بمناسبة العودة إلى المدارس. يلا ونبدأ تغطيتنا ونقول مع عالم التوفير وفر فلوسك. دفترين بخمسة ريال، دفترين سلك بخمسة ريال، فعلا وفر فلوسك على خمسة ريال. وشوفوا هنا الأسعار على ريالين، شوفوا كلها هذه دفاتر سلك، يا سلام، وكلها موديلات جديدة وأشكال حلوة يحبوها الأولاد ويحبوها البنات. عالم التوفير وفر فلوسك. هذا العرض القوي اسمه عرض خمسة في خمسة، خمسة دفاتر بخمسة ريال، يا سلام. كراسات الرسم اللي ناخذها من برا الحبة بخمسة ريال، هنا عندهم ثلاث حبات بخمسة ريال. جنون الأسعار بصراحة. المحايات 30 حبة بخمسة ريال، يا سلام. الأقلام ثلاث شدات، هذه بكم؟ شدة فيها ثلاث بخمسة ريال، يا سلام. بصراحة عالم التوفير وفر فلوسك. وهنا أقلام روكو، أقلام روكو الأصلية على كم؟ على خمسة ريال. إعلان عالم التوفير، توفير بمعنى الكلمة. شايفين الشدة هذه؟ ألوان وأقلام رصاص ومساحات وبرايات بخمسة ريال. الشدة هذه تعرفوا الأولاد والصغار مرة يعني بيستهلكوا كثير، كم؟ بخمسة ريال. السلام، شوفوا الآلات الحاسبة، الهندسات، كل المستلزمات هذه على كم؟ على خمسة ريال. الألوان شوفوا الشدة هذه كلها بكم؟ بخمسة ريال. 24 قلم تلوين كم؟ بخمسة ريال. 24 بخمسة ريال. السلام، خشي إبداع. أولاد الروكو طبعا بجميع أشكاله، بس مزغرف على كم؟ على خمسة ريال. وهنا العرض القوي، هذا العرض اللي نقول صدق أو لا تصدق. هذه الشنط اللي برا بثلاثين وأربعين ريال، شنط حلوة وفاخرة، عندهم على كم؟ على عشرة ريال وخمسين هللة شامل القيمة المضافة. شوفوا كيف كل هذه على كم؟ على عشرة ريال. شوفوا كيف، شو الإبداع هذا، أشكال وألوان وبعدين كواليتي، ها جودة عالية على كم؟ على عشرة ريال. بصراحة توفير بمعنى الكلمة، وفر فلوسك. هنا جنون الأسعار مع عالم التوفير. شوفوا هالشنط هالحلوة هذه اللي برا على كم؟ على سبعين ريال، عنده بكم هو؟ ثلاثين ريال. شوفوا كيف، يا سلام. شوفوا هذه شنطة كاملة مع السحب، مع شنطة الأكل، مع المقلمة، بكم؟ بثلاثين ريال. بصراحة فرصة، عالم التوفير وفر فلوسك. هذا من الأقسام الجديدة اللي انفتحت في عالم التوفير، قسم الأقمشة، وهم نازلين بعد بأسعار حلوة وخيالية. المتر بكم؟ بخمسة ريال. تشكيلة واسعة من الأقمشة، بصراحة شيء إبداع. هذه الأقمشة الرجالية، أقمشة رجالية بكم المتر؟ بخمسة ريال. شوفوا كيف شتوي بخمسة ريال، بصراحة شيء مبدع. هنا الأقمشة الراقية مع الفساتين السهرات، ونفس الشيء بعد، المتر بكم؟ بعشرة ريال. حتى القماش حق العبايات موجود عندهم، المتر بعشرة ريال. وهذه أقمشة عندهم أندونوسية اللي برا بثلاثين وخمسة وثلاثين ريال، هنا عندهم المتر بكم؟ بعشرة ريال. يعني بكم يطلع الثوب؟ ما شاء الله تبارك الله، شغل ترتيب. أذكركم بموقعهم، الدمام شارع الأمير نايف مقابل الحياة بلازا، هناك يصير رامز، وهنا قبل الكوبري قبل كنتاكي. بعد السنابة هذه راح أحط لكم الانستغرام حقهم، وتابعوا الجديد عندهم.